بونجور مينا. بونجور. كيفك؟ تمام. ايه باين انه رأيي فيك طلع مظبوط يا مينا. حضرتك رأيك دائما وابدا صائب فيا وفي غيري على فكرة. مينا لا، بلدي قوي. معلش بقى، من كتر قعدتي وسط الناس في الشارع تلاقي مصطلحاتي بقت بلدي شوية. بس اسمحي لي، يعني كنت عايز اعرف ايه وجهة نظر حضرتك اللي طلعت فيها صح؟ مينا انت صاحبي بالفطرة زيي، وهذا شيء نادر مش موجود كتير. بقى لازم تكون عارف انه الموهبة ما بتكفي لحالها تتوصلك للمطرح اللي بدك تروح له. لازم يكون في حدا واقف بظهرك، يعني بيعلمك، بيقولك هيك صح هيك غلط، زي ما صار معي. انا بدي اعمل هيك معك لاني شايفتك تستاهل. شو رأيك؟ يعني بصراحة، يعني بالأمانة، يعني كلام كبير علي أو بس بضل في سؤال إجابته بتيجي مع التجربة. هلأ تنقول إني وقفت جنبك وعلمتك وإنت فهمت واقتنعت، بضل في شيء؟ التغيير. التغيير هيدا أصعب شيء على أي إنسان. لا، هو السؤال الأهم، التجربة اللي حضرتك حطتيني فيها أنا نجحت ولا لسه بشع؟ لا شو بشع؟ طبعا نجحت، والا ما كنت رح تقعد قدامي هلا. مينا شوف، انا بشغل فريلانسر، بكتب لوكالات باوروبا وامريكا. طبعا الوكاله هون عارفه وماخذه اذنهم، بس ما بكتب اسمي بصراحه. هلا انا عندي مشكله صغيره انه ما عاد عندي وقت، شغلي زاد وبحتاج لحدا يساعدني. انا وانت بنشبه بعض، باخذ لك اذن من الوكاله بتشتغل بشكل رسمي، وكل ما تشتغل كل ما رح تاخذ مصاري. مصاري كثير حلوه، شو قولك؟ طالما عرضت عليك فلوس يبقى انا بدي اشتغل عليك. اشتغل عليها ازاي؟ يعني تستخدمك يا مينا، وفي الحالات دي بقى اكيد هتراقبك. ده اللي محتاجين نجهزك ليه ونشتغل عليه بسرعه الفتره اللي جايه. يعني ايه تجهزوني؟ مش فاهم. ما دام حمايه جمال الدين. ايوه اتفضل. شكرا. سلام يا مينا. مالش عايزني ليه؟ لا يا فندم، كل اللي قاله انا عايز يقابل سيادتك ضروري. خليه يقابلني النهارده بالليل الساعة 8 في نفس المكان. تحت امرك يا فندم. عرفت ان الامريكان خفضوا الجائزة اللي محطوطة على ابو ايوب المصري من 5 مليون ل 100,000؟ ايوه يا فندم عرفت، وقالوا ان هم اكتشفوا انه شخص عديم القيمة. ربنا نور بصيرتهم يا سيدي. حددتوا مع الجانب العراقي ميعاد عملية ابو ياسر امتى؟ الليلة يا فندم. هحاول ابقى معاك. صباح الخير يا فندم. صباح. دينا طلعت من المطار من ساعة وتحركت على الاسماعيلية. كويس جدا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.